السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضي الميل والبوء الجوكتان كسو دواد وركا سيتي كيبل تي في حرونتي سمقالة جوهر وحنا يدين ورمي دونا إن شاء الله انتو وركا سعونا يانيو عبد الشكور عبد الله أحمد عبد الشكور شاشا قد بدأت كودا وندون سانا وحاقيب كنقون دونا رئيس الوزارة كحقين كحكومة دا فدر الكسوماليا وصو ساري وريكتا لحريرتا حبناها كتير سن قولها وزير هذا براهو ذا بلشادة إن أي كجو جيان قوان آنو أود لماين حكومة ذا فدرالك الصوماليا أو قولاشان الله هايسان إهلا ذا دادكي كو غيريو ذاي دوقاين تي دولة ذا مرايكان كح إذا مدى ذا أي كجا يستين باريري أو شاقاي إن آنا لا آسي دونين دادكو ذا إلا الله هلو سببت اللو لايي dalan yarada rootiga EBC ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo cabasho ka muujiyay lacag dheeriya oo ay sheegeen in laga qaado mid ka mid ah dalanyarada ka shaqeysata xirfadda tabaseeriga ee magaalada Jowhar oo ugu baaqay dalanyarada Soomaaliyeed ee qurba joogta inay dalka dib ugu soo laabtaan kana shaqeeyaan مساجد دهان لسن سدح بقول يا سجاشن سنة أو أن لجوتو كان إنك بدن طبعاً سنة أو أيضا يعتركوا سمايان ولا على مسلمينا أو ده يعترك يسلجوسو جب جبية تولد جوهر صومالي وزير كعصب وزارة دهولها جود يا جريان تحكومة ده فدر على الصومالية أو بدل دورة وزير سراج أو مقدش لجود دلي أو ما أنت اللور يا جاي حلك وزارة داسي Somaliland oo sheegtay in Puntland ay faraha kala baxdo arrimaha la xiriira wada hadalka qaatumay ee Somaliland u socda. Odayaal dhaqameed wax garad iyo siyaasiyiin ku nool magaalada Muqdisho oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho uga hadlay odayaal dhaqameed markaas ka soo jeeda degmada Warshiir ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku xiran magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Qodobadaasi wixii ku soo kordhay aad ku daawan doontaan u diyaar garoobay warka City Cable TV.